إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلانية فقد فاز المتقون عباد الله اليوم نقف مع فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى مفروضة على كل مسلم غني أو فقير صحيح أو مريض ذكر أو أنثى مقيم أو مسافر في أمن أو في خوف إنها قرة عيون المؤمنين ومعراج المتقين إنها قبل ذلك قرة عين سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه إنها الصلاة عباد الله ركن الدين وعموده ثاني أركان الإسلام من تركها خرج من الملة قال صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة عباد الله إن الصلاة أول ما فرض الله علينا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام فرضت في أشرف مكان وأرفع مكان لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر فضله عليه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ثم رفعه إليه وقربه فأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أعطاه الله من الخير سبحانه وتعالى حتى رضي ثم فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس هي أول فريضة ما فرض الله عليه وهي آخر ما أوصى به صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وهو على فراش الموت حينما قال الصلاة وما ملك أيمانكم عباد الله الصلاة لم يلخص في تركها لا في مرض ولا في خوف فلا تسقط حتى أحرج وأحوج الظروف وأشد المواقف كما في حالات الفزع والمتال أما المريض فيصلي قائما فإن لم يستطع فيصلي قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب وإذا عجز عن شرط من شروطها أو ركن من أركانها سقط عنه ولا تسقط الصلاة رعاكم الله ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال ما دام العقل موجودا عباد الله الصلاة هي خواتم الخير وخواتمه يفتتح المسلم بالصلاة نهارا ويختتم بها يوما يفتتح بتكبير الله سبحانه وتعالى ويختتم بالتسليم على عباد الله أيها المسلمون إنها صفات المؤمنين المفلحين وبها ختمت يقول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون عباد الله وإنها الصلة بين العبد وبين ربه لذة ومناجاة تتقاصر بنورها جميع الملذات نور في الوجه والقلب وصلاح للبدن والروح تطهر القلوب وتكفر السيئات فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فهل يبقى من دمه شيء؟ قالوا لا يبقى من دمه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس
يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه. عباد الله، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الصلاة مصدر للقوة ومبعدة للكسل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة جالبة الرزق والبركة. يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا أسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة خشوع وتعبد يمسح الله آثار الغفلة ونور وهداية يحفظ الله به عباده المؤمنين من سبيل الغواية والضلال. عباد الله، إخوة الإيمان، يجتمع للمصلى شرف المناجاة وشرف العبادة وشرف الرفعة في المسجد لا يمنعه عن صلاة صوارف الدنيا. المؤمنون المفلحون في صلاتهم خاشعون إذا قاموا إلى الصلاة أقبلوا على ربهم وخفضوا أبصارهم ونظروا في مواضع سجودهم فقد علموا أن الله تبارك وتعالى قبل وجوههم فهم إلى غير ربهم لا يلتفتون. لقد دخلوا على رب الأرباب وملك الأملاك كل خير عنده وكل أمر بيده. إذا أعطى لم يمنع أعطاه أحد وإذا منع لم يعط بعده أحد. هذا حال أهل الفلاح حين يناديهم منادي الصلاة: حي على الصلاة حي على الفلاح. عباد الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عباد الله، وإن من محافظة الله وإن من المحافظة عليها إتمام أركانها وشروطها وواجباتها وسننها والطمأنينة فيها. فالصلاة لا تصح بدون أركانها وشروطها. كذلك الصلاة، يقول السلف رحمهم الله، بعض السلف يقول: الصلاة مكيال، فمن أوفى استوفى ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. إخوة الإيمان والإسلام، فإن من المحافظة عليها أمر الأهل بها والأقربين وبخاصة من تحته من البنين والبنات والأولاد، والأخذ على يد المفرد منهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ومروا أولادكم بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر، فلا يؤمر قبل السابعة ولا يتأخر في أمره إذا أتم السابعة. عباد الله، فاتقوا الله واستقيموا على أمري، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.